رقم واحد، رقم واحد بهيئ، بهيئ العقل الباطن للزوج. ما هقول لكم بقى الجلجله اللي احنا بنعمله، العقل الباطن للزوج لاستقبال ان احنا في قاعده للاصلاح. لكن احنا بنعمل ايه في الصوره؟ مش حصل كذا، ما انا كذا ولا بررت ولا عملت، بس ده غلط يا ريت ما عملش عشان ده بيزعلني وخلص خلاص. امين امين شكرا. ده صفر، مش فاكر حاجه. انا مش كنت قاعد لما كان ثبت الغسيل؟ مش فاهم والله. ما ويحلف ايمانات الله هو صادق، وهو صادق مش فاهم، فاهم ولا فاكر. وهي تحلف تقول لي كذاب الشيخ اللي حافظ القران، يا للتسديده في دماغك وانت صحيح. وهي تحلف وهي سد، هو ناس، هو مش شايف، مش فاهم. الحاجات دي عندي متعلم اصلا، ربنا خلقه كده. خلق حق. ايوه اسمعي بقى، لو انا عايزه منك، لو انا عايزه منك مهل، الاول عايزه منك صوره مجمعه من اخر القاع. لو انا، لو انت عايزه فعلا الغلط ده ما يتكررش عندي، اللي بقول لك عليه واسمعي كلامي يوجك سواد. اول حاجه مش انت ليكي جلسه للعيله؟ احنا ما اتكلمناش طبعا على الجلسه الملكيه، انا بنتكلم عليها بعدين. الجلسه اليوميه 10 دقائق، جلسه العيله انت وعيالك وعاملين الافلاك والمحاشي والحاجات والتسالي والعصاير وكل حاجه. ده كل اسبوع بنعمل فيها انجازات التربيه والفيدباك وعملوا ايه والمفروض فينا ايه، والعيال يطلعوا يقولوا لو كبار عندهم المهارات الاجتماعيه ويتكلموا. وفي الجلسه الملكيه، لو حضرتك عايزه كل يوم ده ماليش دعوه، لكن في يوم في الاسبوع بتاعك انتهى بالامر الخاص، انتهى ما انتهاش مش مشكله، كلمني قول لي امتحني شوفني، هو كده غذي المشاعر وغذي الجسد ده ولا تستغني عنه. وبعمل بيه اسقاط ذهني على راسه كل يوم او كل اسبوع، لا يمكن قعدتي. فما يبقى بره ويعمل ويرجع، لا ده الساعتين بتوع زوجتي، ساعتين ساعه زي ما تيجي. طيب في غلط حصل عشان ما يتكررش، اسمع مني عشان ما يتكررش. رقم واحد زوجي الله يصلح حالك ان شاء الله، في الجلسه بتاعتنا بتاعت اخر الاسبوع احنا هنقعد كده 10 دقايق في موضوع ايه؟ مفاجاه مفاجاه. لا ما هتقولي دلوقتي، لا 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 مش مناسب عشان انت فاهم، لازم نبقى في القعده وما تعملهوش في اليوم الخاص بيك. اوعي لا يبقى عنده صوره ذهنيه يا دي النيل على اليوم ده، ليه ربطتيه بمشكله؟ لا وقت تاني خالص. زوجي الله يقول لك فاضل ثلاث ايام على الميعاد وهتنسي. يا ستي ما تقول ابدا، ده مفاجاه بقى ما بس اوعي تستجيب للضغط، ما تقوليش خلي بالك بكره انا بعمل ايه. المخ في حاجه في حاجه في حاجه، بهيئ دماغه لاستقبال حاجه. اليوم دوت انت حلوه ونظيفه وشكل حلو واطيب، بتطيب الماء يا ستي لو ما فيش مرفنة اي حاجه. تشتغل على الحواس الخمسه، والصوت واطي، الصوت واطي عشان هو يجي ايه، يجي عشان هو يجي يقرب منك. ها ايه بتقولي ايه؟ انا عايزاه يعمل كده، انا عايزاه يجي يوطي كده. بتقولي ايه؟ صوتك واطي. هيقول لك علي صوتك وماله وانا جايه جنب ودنك. ايه امر الفلاني اللي حصل؟ انا طبعا عذرت اكيد لك بغصب عنك لو كده، بس فعلا اذاني في واحد اثنين ثلاثه. بس انا طبعا يعني انا عارفه ان انا هتكلم معاك وكده، انت هتراعيني لان انت على راسي وفي عيني وانا براعيك. فبس انا بستاذن منك تبقى بالشكل الفلاني بس عشان انا فعلا بكده. اي بص لي اديك قدري، ما هو عارف بقى 15 سنه في غوريلا في البيت، فايه اللي حصل؟ قولي له يعني اهو حضرت محاضره كده وربنا هداني كده، قولي اي حاجه اللي بقول لك عليه اسمعي. طيب بجد اصل انت لا ما بعتتش ايه، ما تستجيب. عارفه الغلطه اللي بتقع فيها الحليب؟ تستجيب للاستفزاز فتقوم جايه مبرره، تقوم جايه خلصت. هو ممتاز جدا فرحان تتنططي قدامه وعماله تبرري وتوضحي في غلط. حبيبي حبيبي مش تجبرني بقى والقصص دي حبيبي. انا والله ولا هقول كذا اللي انت عايزه، بس انا بس بقول لك على ده عشان ما بقاش جوايا ايه بطيخه قرعه كده بعدين نحجب بيها الناس بعدين. يعني بقول لك عملت نوع من الاسقاط، عملت نوع من التهيئه، صوت واطي، ما استجبتش للاستفزاز. اوعي حاجه اسمها المثير والاستجابه للمثير، اكبر غلط بتقع فيه في اداره الغضب، اكبر غلط. ما تستفزي ولا تبرري ولا الكلام ده، قلت له كلمتين خلاص اقلبه انتهينا. الامر ده بقوله وانا زي ما قلت لك انا شغاله على الحواس الخمسه، تمام؟ الحواس الخمسه دي هي على صوت. الحواس الخمسه ديت ايه؟ الشكل، تمام؟ الشكل واللمسه
هاتي ايدك، انا ماسكه ايده واي كونتاكت وعامله اتصال في العين. لازم زي ما بقول لك كده، لازم اوعي ما تعمليش الكلام ده. وبعدين اديله فرصه بتاع حوالي 5 ثواني ساكتين وبصه في عينه منتظر رده الفعل اللي في دماغه. ما تعلقيش. يبقى انا كده عملت ايه؟ انا اشتغلت اداره تمام؟ واشتغلت انوثه واشتغلت منطق وعقل، وده دماغ الراجل الدغر اللي بيبقى كده، الراجل السيده ده بس. وايه؟ واعذرت الى الله. طب اتكرر حبيبي، عندي اخر الاسبوع في كاس. عندنا سكيتر على فكره. يحصل ايه؟ تفتكر عارف اللي فيها الله يبارك.